اللي هيرفعه رايه النصر لمصر على طول. انا مش تكريما والله ولكن وعرفانا من دليل بسيط من جامعه بنها، انا بدعي السيد الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعه والساده نواب الجامعه لتكريم شهداء وابطال حرب اكتوبر. اتفضل يا رئيس. السيد رئيس الجامعه والساده النواب اتفضلوا. يا دكتور هنا. تحية إجلال وتقدير لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل تراب هذا الوطن. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الجمع الكريم لا بد أن يقال للمحسن أحسن، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والآن بين أيديكم تكريم الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر النبيلة ووسط شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية. السيد اللواء محمود خليفة المستشار العسكري لجامعة الدول العربية. من تحت لا. الدكتور إبراهيم عبد الله المستشار الإعلامي والمؤرخ العسكري. اللواء بطل محمد السوق قائد أول سرية رفعت علم مصر على أرض سيناء. البطل المقاتل عبد الجواد سويلة الملقب بالشهيد الحي. البطل المقاتل هنيدي مهدي ابو شريف الذي قام باسر اول اسير اسرائيلي واسمه يعقوب فاكور كرومي ابن اخت رئيس اسرائيل عزرا وايزمان. البطل المقاتل علي عبد الغني احد الابطال الذين قاموا بضرب المدمر ايلات. البطل احمد ادريس الذي قام بوضع شفرة حرب السادس من اكتوبر. والآن تكريم لوسط شهداء الجيش. سيادة اللواء أركان حرب عادل الربائي وتتسلمها عنها زوجته السيدة سامية زين العابدين. Thank you.
العميد احمد كمال محمود عبد الفتاح، وتتسلم عنها زوجته السيده سماح بدوي محمد حجي. العميد احمد عبد النبي، وتتسلم عنها زوجته السيده مروه محمود السيد. خش يا مدام، خش يا مدام، ان شاء الله ربنا يعوضك كل الخير. الوكيل خالد محمد كمال المغربي، ويتسلم عنها والده الاستاذ محمد كمال المغربي. المهدي اسلام رضا المحمدي بدر، ويتسلمها عنها والده الاستاذ رضا المحمدي بدر. المهدي علي حسن محمد الطوفي، ويتسلمها عنها والده الاستاذ حسن محمد الطوفي. والآن مع تكريم أسر شهداء الشرطة المصرية. المقدم أحمد عبد الباسط فؤاد داوود، ويتسلمها عنها والده الأستاذ عبد الباسط فؤاد داوود. النقيب تامر عبد الحافظ عبد العظيم إبراهيم، وتتسلمها عنها زوجته السيدة ابتسام عبد العزيز محمد السيد. بص يا مهندس بتاع كده جنب السيد يا ريس الحاج، بعد اذنك بس جنبك جنبوك يا حاج جنبوك. ايوه نقيب شرف محمد نجيب الحارثي، وتتسلمها عنها زوجته السيده ايمان الشحات محمد السيد. Thank you.
منزل الأول شرف إبراهيم عزازي، وتتسلم عنها زوجته السيدة نادية عبد الستار أحمد أبو العيد. مساعد شرطة شريف بيومي محمد بيومي، وتتسلمها عنها زوجته السيدة رضيا محمد السيدين. بص يا بابا، بص يا حبيبي، بص يا مدام، يا مدام بص يا مجند محمود محمد محمود محمد عفيفي، ويتسلمها عنه والده الأستاذ محمد محمود محمد محمد عفيفي. شكرا لشهدائنا الأبطال.